عايزه اعرف بس انت لو ما كنتيش فنانه كنت هتشتغلي ايه؟ انا عماله مركزه معاكي قوي. انا عجبني انك مركزه معايا. مدير اداره الكوكب. ممثله عظيمه. احنا جايه ليه؟ ممثله يعني اكتشفت سينما. لا انت جايه عشان انت مذيعه جميله حبيبه قلبي، ملوش علاقه بيا. انت جميله. لا بجد يعني سينما دراما غنى ماشي، لو ما كناش مشينا المشوار ده كنت هتشتغلي ايه تاني؟ احتمال ما كنتش اشتغل، احتمال كنت ابقى بشتغل في حاجه تانية خالص. تحبي ايه تاني؟ انا بحب اي حاجه اعملها، حتى لو انا جاي البرنامج ده لازم ابقى مستمتعه بكواليسه، مستمتعه بناسه، مستمتع. الجمهور ده في الاخر بياخد الحلويات، يعني بيوصلوا الناتج بتاع خلاصة. ارواحنا كلنا. طبعا هيزقوني عليكي عشان تغني، مش نظره وابتسام. انا هغني في الوقت اللي انا عاوزه اغني فيه. كلنا هنغني معاكي، لان لا. الاغنيه بتقول لا هخاف ولا انحني. ها طب من الاخر يعني من غير انحناء ولا حاجه، هترفع لكم اي حاجه بيمين. يلا بقى يا سيمون بقى شمال. فاكمل. تعبتني قوي. انت ليه يا جماعه ما بيخلوكيش ابدا تكملي السؤال بتاعك باجابته؟ ما خلاص. لا احنا مش عايزين نعرف عملت ايه في انا بحبهم على كده. تمام يا كنا عايزين نعرف البدايات يعني. هي الست سالت حاجتين انا لسه ما ردتش عليها ولا سؤال. طب رد. لا رديت عليها في السؤال الاولاني بتاع ايه اللي بتحبيه في الستات والرجاله. صح كده ولا لا؟ ذاكره من ايوه حصل. انا ولا رديت عليها في لو ما كنتيش بتشتغلي ده كنت هتشتغلي. ما هو الوقت مش هينفع احنا من خلاص يبقى ما تسالوش. لا هنقدر. انت جابوا في اللي انت عايزاه. اضحك. انا عايزه اقول حاجه وبعدين ردي بقى على ايمان. هي ما شاء الله غير ان عندها البهجه الرائعه والطاقه الجميله، ليها هيبه. يعني هي ليها هيبه. انا ليها هيبه. هيبه شخصيه. انا شخصيه يعني انا شخص انا كهبه انبهرت. انا هعمل لكم مش نظره وابتسامه وانا بقول لهم باي باي بس كده عشان خاطري. سامعيني طب بتكلم جد. على فكره يا جماعه انتوا لو معاكم لعيب كوره مش هتقولوا له قوم رقص الكوره دلوقتي. لا المغني غير. ليه؟ ما انت ممثله، ما قلنالكيش قومي انتوا فاهمين غلط. احنا ما قلنالكيش قومي اعملي لنا حته من يوم حلو ويوم مر. عازف بيانو وانا.